أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وحكمه إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطر زوجناك هالك لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أبيائهم إلى قضمهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فامتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجن معك وهبت نفسها للنبي
ومن تغتنم عسس فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يسن ويرغن بها فاستهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء أمه ولا أن تبتل بهن من زواج ولا وجبك حصن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم ادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي أبا يسعي منكم، والله لا يسعي من الحق. وإذا سألتموهن مساء فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تخوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله فلعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم يسأل المنافقون أو الذين في قلوبهم مرض والمشركون بالمدينة لنغوينك منهم ولا يجاورونك فيها إلا قليلا من عيونهم. أينما تقفوا أخذوا واقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولتجد لسنة الله تبديلا. يسأله الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وجها ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا السبيلا. ربنا آتهم من العذاب والعنهم عن كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشركن بها وحملها إنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين.
من آخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يزر عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مسكتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفزنا الله كلمة به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء بهم ولقهم سبح عليهم باسم السماء. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير. وألنا له الحديد أن في السابقات وقدم الصبر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل من يديه بيد ربه، ومن يزرهم عذبنا نذق العذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الراسيات. إلا دابة الأرض تأكل مساته. فلما خر تبينت الجن أن كانوا يعلمون غيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأصبنا أليسير عليم. فبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي كل خب وأكل وشيء بسر قريب. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي وأيامنا أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فزدروه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنذر من يؤمن بها فئة منه ومنها في شك. وربك على كل شيء حفيظ. قلت الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تسمع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم